غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو ألو مساء الخير، سعادة الأب الخوري خليل الحايك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. مع سعادتك الأستاذ وسام عبد الله من أمريكا من نيويورك. وسام عبد الله، اهلا وسهلا بك. سعاده الاب الفاضل، يعني حضرتك علم من اعلام الكنيسه في مصر، متاسف في لبنان، معلش في لبنان، يعني الكنيسه المارونيه، والكتاب المقدس كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من الرجاء. فكان عندي سؤال لحضرتك، يا ريت ناخد بركه ونسمع الاجابه لو تكرمت. السؤال يا فندم، من اين تستمد ألوهية يسوع شرعيتها؟ هل من انتخابات حرة نزيهة؟ هل من تعيين مباشر من جهات سيادية عليا؟ هل من تفويض مباشر من الناس من البشر؟ هل من تفويض مباشر من التلاميذ أو إعلان مباشر من يسوع؟ ألوهية يسوع شرعيتها في خمس إجابات. الإجابة الأولى، هل من انتخابات حرة؟ نعم يا فندم، في الأعمال تشهد لي الروح القدس يشهد لي. يعني حضرتك يوحنا يشهد لي. نعم، وأنتم تشهدون. يعني طيب حضرتك يا فندم، قرأت في التاريخ عن مجمع نقيا سنة 325 ميلادية. نعم. مجمع نقيا، ما هو السبب في مجمع نقيا؟ لماذا؟ مين حضرتك؟ أنا يا فندم اسمي وسام عبد الله، وانا رجل باحث في المسيحية، وحضرتك انا متخصص في هذا المجال، ولي موقع اسمه مسلم كريستيان ديالوج، وفيسبوك ويوتيوب مسلم كريستيان ديالوج. حضرتك انا بسأل الكهنة، لانك يسأل كده بالانجيل الخليقة كلها، فانا بسألك لان المفروض كراجل دين وراجل كهنة تكون مستعد للكرازة. بالنسبة لموضوع مجمع نقيا، كما تعلم حضرتك ان مجمع نقيا اساسا المجمع كان بأمر من الإمبراطور الوثني قسطنطين. لماذا؟ لأن فيه كان فيه اضطرابات في الإمبراطورية، وخاصة في الشرق وفي مصر بالذات وإسكندرية، بسبب ظهور أريوس، وبسبب هناك تعارض ما بين آراء أريوس وأتباع أريوس، وآراء أولا البطريرك ألكسندر ثم بعد ذلك أثناسيوس، وكان هناك مجموعة تقول ان يسوع مخلوق وهو ليس الله، وهو عبد من عباد الله، ومجموعة تانية تقول لا، مثل أثناسيوس والبطريرك ألكسندر هو الله نفسه. ولذلك تم عقد المجمع او المؤتمر بامر مباشر من الامبراطور الوثني قسطنطين، وكان نتيجة هذا الاجتماع حضره 2048 شخص، اللي وافقوا على لاهوت يسوع 318، اللي رفضوا لاهوت يسوع 1730، ومع ذلك بأمر مباشر من الإمبراطور الوثني تم تأليه يسوع، وتم إصدار قانون إيمان، مع إن الغالبية العظمى كانت رفض ألوهية المسيح. ولذلك كان قانون الإيمان الناتج عن هذا المجمع نؤمن بإله واحد، أب دابة الكل، خالق كل الأشياء، ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب، المولود الوحيد، أي من جعر الآب، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق. يعني وما توصل نوصل للآخر، بيقول وإما الذين يقولون إنه كان دمان لم يوجد فيه، وأنه لم يكن له وجود قبل أن يولد، وأنه خلق من العدم، أو أنه من مادة أو جوهر آخر، أو أن ابن الله مخلوق، أو أنه قابل للتغيير أو متغير، فهم العلوم من الكنيسة الجماعة. كل الموضوع حصل لإثبات إن يسوع اللاهوت الذي أقر بلاهوت المسيح، مع إن الأساقفة معظمهم رفض لاهوته، هو الإمبراطور الوثني قسطنطين الذي تم تعميده على فراش الموت وعلى عقيدة أريوس. إذا لاهوت يسوع تم بناء عن تعيين مباشر من جهة. أنا بتأسف إنه ما اللي مع الرأي أبدا، وعم إنك رجع لا الانجيل بحسيته
يعني هو بينظر لك ألوهية يسوع. ممتاز. ونحن مالنا بحاجة بقى. طيب نعم. أنت بتقول لك الإنجيل ورجع للإنجيل، نرجع للإنجيل. شوف حضرتك اسمعني لو تكرمت، أنا بشكرك الأول على أدبك وسعة صدرك. اديني دقيقتين ثلاثة بس أقول لك نقطتين وبعدين نتكلم. أنت بتقول يعني أنت عاوز تقول إعلان مباشر من يسوع، ممتاز. طيب الله في العهد القديم أعلن عن ذاته صراحة وقال أنا الله. السؤال لحضرتك بس انتظرني بس. الكتاب المقدس في عاموس 3:7 يقول: إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سر العبيد والأنبياء. لابد من إعلان مباشر. تمام؟ ويسوع بيقول في إنجيل يوحنا 18:20: أجاب يسوع: أنا كلمت علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي السر لم أتكلم بشيء. تمام حضرتك؟ ممتاز. الآن الله في العهد القديم يقول في التكوين 46:3 فقال: أنا الله إلى أبيك، أنا الله. تكوين 35:11 وقال له الله: أنا الله القدير، أنا الله. مزمور 46:10 كف وعلم. توصل اللي أنا عاوز أوصل له، الله قال أنا الله. أنت بتقول يسوع أعلن عن ذاته، أين نجد لفظ أنا أنا الله؟ الآب أعلن عنه. لا دي واحدة. الآب أعلن عنه. يا حضرة الآب انتظرني انتظرني الرب يباركك. أين نجد عبارة أنا الله في العهد الجديد؟ فين؟ يا حضرة الآب أين قال أنا الله في العهد الجديد؟ لا بل نرجع بس للعهد القديم، لأنه بتطلب العهد الجديد كمان. يا أنا بقول لحضرتك فين؟ فين أنا الله في العهد الجديد؟ أنت عندك 27 سفر مفيش كلمة أنا الله فيها. لن تجد لفظة وعبارة أنا الله غير موجودة. فين؟ حبيبي حبيبي رأي يوحنا الفصل 10 وفصل 11 لما يسوع بيدافع بالنهاية عن لما قالوا له إن كنت أنت المسيح فقله لنا علانية مفروض صراحة، فقال لهم قلت لكم والأعمال قالتكم بس أنتم ما صدقتوا. وبعدين قال لهم إيه مين اللي قايم علي؟ لأنه أنا قلت إنه أنا ابن الله. طيب حضرتك طيب أنا فهمت أنت قصدك تقول إيه؟ أنت حضرتك عاوز تقول إنجيل يوحنا الإصحاح 10 من العدد 22: وكان عيد التجديد في أورشليم وكان شتاء، وكان يسوع تمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جارا. ما قال أنا الله. إن كنت أنت المسيح فأجابهم: إني قلت لكم. بالمناسبة حضرتك كل كفي 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 يا حضرتك. هكفي بس بس هكفي. أنا أقرأ الإصحاح كله بس الشاهد من هذا إن كان ملوك اليهود منصوحين من الله. أنا والآب واحد. شغل أنا والآب واحد. ممكن بس تنتظرني دقيقة واحدة. المسيح لا تعني أنا الله، المسيح لقب حتى كورش الوثني مسيح الله. فاحتاط باليهود إلى متى تعلق أنفسنا؟ أيوه اصبر يا فندم اصبر. إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابوا: إني قلت لكم ولست تؤمنون. الأعمال التي أنا أعملها باسم الأعمال المعجزات باسم الله الآب مش باسمه تشهد لي إن هو المسيح مش إن هو الله. ولكن لست تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها تتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولم تهلك إلى الأبد ولا يخطف أحد من يدي. أبا الذي أعطاني إياه هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا والأب واحد. الآن حضرتك أنت كراجل مسيحي وراجل كاهن ماذا تفهم من أنا والأب واحد؟ تفهم إيه حضرتك؟ أنا والآب من طبيعة وحدي، الطبيعة الإلهية. ممتاز، إذا حضرتك عندنا إلهين، الإله الأب والإله الإبن، لأن الإبن من طبيعة الأب والأب هو الله وحده. الله ثالوث، آب وإبن وروح. فين الكلام ده في الكتاب المقدس؟ الله هو عيني، لأنه هو عيني ما في مشاكل لما الإنسان يشارك فين؟ في الحياة الإلهية. فين الكلام ده؟ فين الثالوث في الكتاب المقدس؟ فين الثالوث؟ فين الثالوث؟ شوف حضرتك. عمدوه بس الآب والابن والروح القدس. ممتاز. الأعمال التي أنا بتطلبه بإذن الآب، الآب يعطيكم الروح القدس. طيب اللي أنت حضرتك بتقول أنت مش قاريه؟ لا دي واحدة بس. أولاً النص اللي أنت بتقوله النص ده موجود في إنجيل متى الإصحاح 28 العدد 29. مات 28:9 عمدوهم باسم الآب والابن. حضرتك ارجع لتاريخ الكنيسة. للنهاية حبيبي شو بدك مني؟
ترجع لكتاب تاريخ الكنيسة هو ليوسبس القيصري، قل فيه عمدون باسمي، كلمة الأب والابن والروح القدس مضافة مضافة. ارجع لكتاب تاريخ الكنيسة يوسبس القيصري صفحة 100. فلسعر عن تحت حبيبي. نعم نعم يا فندم. شو هويتك انت لمين للبشر؟ انا حضرتك اسمي وسام عبد الله، وانا راجل باحث في المسيحية، وانا لي يعني لي موقع المسيحية. بدك تختبر الله اكثر ما هو البحث منه، بس انه اقطع كلمة او غير كلمة. بدك تختبر الكتاب المقدس، تختبره بحياتك، وتقول له روح القدس انت رفق مين، تتعرف على يسوع المسيح، تتعرف انه هو يسوع المسيح. سعادة الاب الفاضل المحترم، مع كل احترام لحضرتك انا اعرف الكتاب المقدس افضل منك. انت قلت النص ما قلتوش صح، وانا قلته لك وجبت لك العدد والرقم مع احترام لحضرتك. وبعدين انت بتقول ايمان مش موجود في الكتاب المقدس، ولابد ان اقفل التليفون. طيب كان معانا لواء مباشرة الان، دي واحدة، الاب خليل الحايك، الخوري خليل الحايك. الخوري خليل الحايك راعي كنيسة السيدة وقلب يسوع لبنان، الكنيسة المارونية. الاب خليل الحايك، كنيسة السيدة وقلب يسوع لبنان، الكنيسة المارونية. عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الله أكبر كبير كل فرد منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا.